أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أراد الرجل التعدد فطلبت منه زوجته الطلاق بسبب ذلك، فهل يطلقها أو يترك التعدد؟ التعدد ما تمنع زوجته، هذا حكم شرعي، لكن يعدل، يجب عليه العدل. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما إذا عرف من نفسه العدل الله أباح له مثنى وثلاثة وربع. نعم، لا تمنع زوجته من تعدد من تعدد الزوجات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.